انه المريخ بعد مباراه مع الهلال مفترض كان يسافر على طول، يعني التاخير ده ما من صالح المريخ، يعني تاخر جدا لانه من اليوم للمباراه المعلنه للمريخ، المريخ لعب يوم الجمعه. نعم. فبالتالي كان مفترض انه، يعني انا استغربت انه الفتره دي، يعني الفتره اللي هم جلسوا فيها في السودان ما له مبرر، كان مفترض انه بعثه المريخ تغادر حتى ولو بعد يوم، يعني بعد 24 ساعه. يعني تقصد انه يوم السبت المفروض هي تكون صح؟ ايوه، المفروض يكونوا موجودين في مصر اساسا يبدوا الاعداد، لانه بعد كذا انت لعبت مباراه مع الهلال، الجهاز الفني يبدا يشوف الاشكاليات اللي حصلت في المباراه، يعالج السلبيات، يصطحب معه الايجابيات، يجود فيها ويشوف العناصر اللي عناصر الفريق ككل. لكن انت تجي هتسافر اصلا على مرحلتين، هي كابتن مدثر، السفر يعني ممكن كان المسافه بيناته ساعه واحده على على طارده يوم واحد ما وعلى بدر، ما في مشكله، ممكن حجوزات الطيران دور. لكن انا بتكلم في التوقيت الزمني نفسه للمريخ، لانه مفترض انه هو لعب المباراه، مباراته الثانيه في مصر، ما في سبب واحد بخليه يكون قاعد الفتره دي كلها في السودان، لانه اساس انه يلحق نفسه، يعني حتى ولو الراحه يعمل الراحه السلبيه بتاعته مثلا في مصر ل 24 ساعه ويبدا الاعداد على طول، لانه عنده مباراه مصيريه مع فريق الاهلي المصري، اللي هو طبعا اصلا ما حيستسلم قدام الهلال المريخ دي كورتين في ارضه، ودي الاهدي يعني صعوبه المباريات اللي النتائج السلبيه للاهلي هي صعبه المباراه للمريخ والهلال بصراحه. فبالتالي كان مفترض انه المريخ ما كان يتاخر الفتره دي، لانه احنا اليوم الثلاث عندك الاربعاء والخميس يومين وهتخش كيف الاعداد. فانا بفتكر انه كان الجهاز الفني اخطا خطا كبير جدا في انه هو ياخر بعثه المريخ. وطبعا اول التمارين حتكون مساء اليوم، ممكن في هذه اللحظات ما كافيه، لانك انت الاشكاليه الكبيره انه المدرب، في اشكاليه مع المدرب،